من امبارح وكل المصريين فرحانين بخبر تولي مصر تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، والدولة اتخذت خطوات سريعة ومنظمة للتجهيز، وكشفت وزيرة الصحة والسكان دكتورة هالة زايد بدء استعدادات الوزارة للتجهيز للتأمين الطبي لفعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية اللي من المقرر أن تستضيفها مصر خلال العام الجاري، وده هيكون بمشاركة 24 منتخب أفريقي ومشجعيهم. وزيرة الصحة والسكان قالت أن الوزارة بتنسق مع وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية في الدولة لمعرفة المحافظات اللي من المقرر أن هي تستضيف فعاليات البطولة، والفنادق والأماكن المقرر أن هي تضم المنتخبات الإفريقية المشاركة في كأس الأمم وأيضا مشجعيها، ده بهدف تأمينها طبيا بشكل كامل. كمان وزيرة الصحة أشارت لتشكيل لجنة فنية متخصصة من مختلف الجهات بالوزارة لوضع خطة التأمين الطبي لفعاليات البطولة بمختلف جوانبها عشان تقدر أنها تقدم خدمة على أعلى المستويات العالمية للمشاركين بفعاليات البطولة.